آية واحدة فقط من القرآن الكريم وفي 3 دقائق تخلصك من أشد الآلام الجسدية والأوجاع، تعمل عندك نوع من أنواع الهمة والنشاط والسرعة في قضاء متطلباتك اليومية. كنز وسر جديد في أسرار العارفين هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناة أسرار العارفين، معكم محمد علي. هنتكلم النهاردة عن آية بسيطة وقصيرة من القرآن الكريم من سورة فاطر. هذه الآية يا إخوان الكرام في 3 دقائق بدون أي مبالغة، والناس اللي متابعة في أسرار العارفين من سنوات شافوا عجائب من عجائب أسماء الله والآيات القصيرة من القرآن الكريم في التخلص من الأوجاع المزمنة، مش مجرد تسكين، لا، تخلص من الأوجاع المزمنة اللي كان ملهاش تفسير في الطب، وشافوا عجائب كثيرة جدا من القرآن الكريم معنا في أسرار العارفين. فالنهاردة احنا جايبين كنز وجوهرة بسيطة وصغيرة وما بتحتاجش وقت وما بتحتاجش مجهود في التلاوة أو القراءة لتسكين الأوجاع، لزيادة الهمة والنشاط، للتخلص من الإرهاق، للتخلص من التعب الجسدي، التخلص من الخمول، التخلص من حالة اليأس وفقدان الشغف. إلزم هذه الآية العظيمة من القرآن الكريم، لها أثر عجيب وقوي جدا بأمر الله. طيب، من خصائص هذه الآية يا إخوان الكرام تقدر تستخدمها أمهاتنا وأخواتنا في المنازل اللي عندهم شغل شاق وعندهم أكثر من طفل في التربية، نافعة جدا معاهم. كمان الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة والآلام المزمنة مثل آلام العظام أو مشاكل الآلام العضلات، أو الناس اللي بتعاني من موضوع مثلا الروماتويد والتصلب اللويحي وأمراض الركبتين والمفاصل، يلزم هذه الآية بالطريقة اللي أنا هشرحها البسيطة جدا جدا من أقوى المسكنات والمعالجة لهذه الأمراض بأمر الله تعالى. كمان هي نافعة جدا للناس اللي مصابين بأمراض الشلل، ربنا يرزقهم الشفاء والعافية. نافعة جدا للناس اللي بتمارس أعمال شاقة، الناس اللي بتمارس مثلا أعمال في المحاجر أو أعمالهم شاقة أو أعمالهم خطرة، يلزمهم هذه الآية بالطريقة اللي أنا هقولها. كمان نافعة جدا للناس اللي عندها ضعف في الأعصاب، اللي عندها رعشة في الإيدين وحالات التوتر الشديد واليأس بسرعة أو إن هو يتعصب بسرعة، الناس اللي عندها فرط في الحركة وعصبية شديدة أو انفعال سريع، يلزم ذكر هذه الآية فقط 3 دقائق بالطريقة اللي أنا هقولها. وراقب اليوم بتاعك هيبقى عامل ازاي، طاقتك الجسدية هتبقى عاملة ازاي. طيب، الآية بتقول ايه؟ الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، صدق الله العلي العظيم. الطريقة الأولى لهذه الآية، بنكتب هذه الآية بحبر الزعفران بنمحيها، يعني بتبقى في أي صحن أبيض، وبنبدأ إن احنا نمحي هذه الكتابة بماء زمزم أو أي مياه طاهرة متوفرة عندك، وبقرأ هذه الآية على المياه 70 مرة أو 41 مرة، 99 مرة، 100 مرة، العدد اللي أنا أنصح به 313 مرة على المياه، وببدأ أن أنا أشرب منها صباحا، وممكن أمسح منها على الجسد على الأماكن اللي فيها أوجاع، أو أمسح على جسدي أو على القدمين منطقة الركبتين في حالات أن أنا همشي مشاوير طويلة أو عندي عمل شاق، عندي مثلا مناسبة في المنزل، عندي أمر طارئ وارد عليا، بمسح منها القدمين أو بمسح منها منطقة الركبتين وأسفل الظهر وأشرب من هذه المياه. بتحصل يعني بيحصل معاك تغيير في الصحة، و يعني الناس اللي بتشتكي من سرعة الإحساس بالإرهاق، الناس اللي بتشتكي من إن هي بتتعب بسرعة في العمل، تواظب على قراءة هذه الآية بعد كل صلاة 11 مرة من الحاجات الجميلة جدا مع شرب المياه. ممكن نرفع طاقة العلاج ونقرأه على مسك الغزال الأسود أو على دهن العود، بنقرأ الآية 313 مرة، أو نكتب الآية في طبق أبيض بحبر الزعفران، وبعدين نفرغ يعني مثلا كم قطرة من المسك على الطبق، أو نفرغ نص زجاجة المسك على الطبق أو دهن العود، نحل الكتابة ندوبها بنرجع نعبيها تاني داخل الزجاجة أو التولة، وببدأ الطول قريبة من الفم وأبدأ أقرأ عليه الآية 313 مرة، واستخدمها دهان في حالات الآلام الجسدية، آلام العظام، آلام العضلات، من القواطع الجميلة جدا جدا في حالات الأشخاص الناس اللي بيكون يعني عندهم آلام مزمنة وملهاش تفسير في الطب. أنا بنصحهم يعملوا هذه الطريقة مع حلقة دائرة الشفاء باسم الله الشافي، من القواطع القوية جدا اللي بتنهي أثر الأمراض. طيب، حابب أن أنا أرفع طاقة هذا الورد أو طاقة هذه الآية معايا أكثر، أنا بمارس عمل شاق أو بمارس رياضة شاقة، عندي أعمال يومية وعملت المياه وعملت الدهان، ممكن أرفع طاقة العلاج أكثر. بتتكتب الآية طبعا، بتجيب ورقة بيضاء زي ما احنا اتعلمنا في أسرار العارفين قبل كده، ورقة بيضاء بدون سطور،
وبقرأ عليها مفتاح نجاح الأعمال، بقرب الورقة من الفم وبقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة عدد حروف البسمة، وبعدين بكتب الصلاة على سيدنا النبي فوق مرة واحدة، بكتب بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، وأكتب الآية 33 مرة، وأختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة، وأبدأ أقرب الورقة من الفم وأقرأ عليها الآية 313 مرة وأعطرها وأغلفها وأحملها معايا، من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بتقطع الألم من الجسد والشعور بالإرهاق، من الحاجات الرائعة والجميلة جدا جدا جدا. ليها خاصية تانية كمان، إني قرأتها قبل النوم 70 مرة بنية الكشف، الكشف عن ذاتي أو الكشف عن نفسي أو الكشف عن طبيعة حياتي، هل أنا عندي مشكلة أو عندي تعطيل. بسهولة تقدر تقرأ الآية 70 مرة وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ببركة هذه الآية يكشف لك في منامك عن الأمر اللي أنت حابب تكشف عنه. هي مش متخصصة في الكشف قوي، ولكن في آيات أو في حلقات أكثر احنا تناولناها في أسرار العارفين، ولكن من ضمن فوائدها هذا الأمر. أتمنى أن هي تنفعكم، وأنا واثق أن هي تنفعكم، لأن هي نجحت مع آلاف الحالات اللي كانوا عندهم هذه المشكلة في الاستشارات الخاصة، نصحتهم بيها وحققت معهم نتائج قوية جدا من أمر الله تعالى. ناس أصحاب تجارب الشفاء اكتبوها وشجعوا غيركم. ما تنسوش تتابعونا على الانستجرام، بنعمل مسابقات وفي هدايا، الهدايا إما بتكون منتجات من منتجات القناة أو خدمات استشارية خاصة. بتابع معاكم البرامج العلاجية اللي انتوا بتنفذوها بحيث أن أنا أسرع معاكم الخطوات، وإن شاء الله أتمنى لكم الشفاء العاجل.